السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مصر الحضارة سلام رمضان. فيديو النهاردة مهم جدا 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 لكل الإخوة المختصين واللي مهتمين بمجال الشحن الدولي والتصدير والاستيراد والتخليص الجمركي وإجراءات الشحن وطرق الشحن المختلفة. كمان لما هنتكلم في الجانب ده هنتكلم كمان عن إجراءات تأسيس شركة تصدير واستيراد وتخليص جمارك وشحن دولي واستيراد كمان. إيه الإجراءات وإيه الشروط وإيه المطلوب مني من مستندات عشان خاطر أنا أقدر أسس أي شركة؟ هنقول الكلام ده في عجالة في فيديو لا يتجاوز العشر دقايق اللي منتظر معانا. هنتكلم برضو عن بعض الحاجات المهمة في عناصر بسيطة جدا. هقول أول حاجة شروط تأسيس شركة تصدير واستيراد. طيب الإجراءات والإجراءات تمشي إزاي؟ هنشرح الكلام ده بالتفصيل. هنقول كمان المستندات المطلوبة لشركة التصدير لو حضرتك حابب تصدر تعمل إيه؟ هنقول كمان طب لو حضرتك ما عندكش شركة وعايز تصدر إيه المطلوب منك أو إيه اللي ممكن تعمله في عجالة؟ أنت راجل كنت بره وربنا فتح لك سوق وما عندكش شركة، هتقدر تعمل إيه عشان خاطر تصدر في أقرب فرصة بدون ما يكون عندك شركة وتضمن حقوقك كراجل صاحب بضاعة وصاحب مال؟ هنقول شروط تصدير، هنتكلم عن المستندات المطلوبة للتصدير للناس أصحاب الشركات. في بعض الناس بيكون عنده بطاقة ضريبية وسجل تجاري ويقول أنا عايز أصدر. طب تصدر إزاي حضرتك؟ أنت ناقصك مستندات كتير جدا ما تعرفهاش. طيب هنتكلم كمان عن طرق الشحن الدولي، هنتكلم عن أنواع شهادات المنشأ اللي هي من ضمن مستندات التصدير، هنتكلم هل رخصة التشغيل ينفع إن هي نصدر بيها ولا لازم سجل صناعي؟ هنقول الكلام ده كله في بعض العناصر عندي أنا مع عنصرها هتكلم فيها، ولكن هبدأ من الأول عشان ما أطولش على حضراتكم. اللي ما عرفناش إحنا مصر الحضارة سلام رمضان شركة تصدير واستيراد وتخليص جمارك، اسمنا مصر الحضارة للتصدير والتخليص الجمركي، وبنتكلم دلوقتي احنا مجال الحمد لله يعني عمرنا في السوق التجاري اكتر من 18 سنة، ربنا يبارك يا رب ويزيد لكل الاخوة. طبعا الحمد لله بدأنا نتعب ونشقى وربنا ادانا في الاخر. يا ريت حضرتك لو لسه اول مرة تتابعنا تضغط على زر الجرس، ولو انت متابعنا من زمان اضغط على اللايك، ولو انت متابعنا النهاردة اضغط برضه على اللايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من المشتركين. هقول اول حاجة شروط تأسيس شركة تصدير. انا عشان اسس شركة تصدير اعمل ايه؟ رقم واحد انا لازم يكون عندي مكان في عجالة بسيطة اللي عايز يعمل شركة تصدير او استيراد او تخليص جمركي او شحن او نقل اي شركة. اول حاجة رقم واحد يكون عندك مكان، المكان ده عبارة عن شقة مفروشة فيها اساس مكتبي خاص بالشركة. طب لو عندك محاسب قانوني او محامي هيأسس لك وفت قوي ممكن ما يجيبش الجهات المعينة الرقابية زي الضرائب والتأمينات وكمان مضافة يعني ما يعينوش، ولكن يفضل وده انا رأيي الصح لان كل سنة بيحصل تفتيش مفاجئ يكون عندك مكان موجود تأسس عليه الشركة. المكان ده لو هو ملكك يبقى عندك وصل كهرباء وعقد الملكية وتعمل توكيل. انصحك بيه لو هتأسس اوعى تأسس بنفسك، روح لمحامي او محاسب قانوني ويفضل محاسب قانوني. انا ليه بقول لحضرتك؟ لانه فاهم شروط واجراءات وقوانين التأسيس. اغلب المحامين مع احترامنا الكامل ليهم هو راجل يعني كل شغلهم ما بيهتموش باجراءات تأسيس الشركات وهيروح ياسس لك الشركه، ولكن هينقصك بعض الشيء وهقول لك الكلام دوت. حصلت مشاكل كثيره قوي مع بعض الاخوه المحامين في تأسيس الشركات لان المحاسب القانوني فاهم القانون كويس جدا بتاع تأسيس الشركات وهيفيدك فيه اكتر من المحامي مليون مره. اقول لحضرتك دلوقتي قلنا مكان وقلنا دلوقتي يبقى عقد ملكيه للمكان او عقد ايجار موثق وايصال كهرباء او ميه اي وصل، وتعمل توكيل للمحاسب القانوني عشان ياسس لك الشركه بصيغه معينه هو هيقول لك عليها. طيب ايه تاني؟ المصاريف قد ايه والرسوم قد ايه عشان تعمل شركه تصدير غير الاستيراد؟ الاستيراد له شروط مكحفه جدا. تصدير كل الشركة اعتقد مش هتتكلف عليك اكتر من 15000 جنيه بالايصالات الرسمية باتعاب مكتب المحاسبة اللي هيأسس ليك الشركة. طيب ايه تاني؟ لو انت تعمل استيراد اقول لحضرتك عشان في ناس بتسأل السؤال ده، لازم يكون شركتك عدى عليها على التأسيس اللي هي البطاقة الضريبية والسجل التجاري اكتر من 3 سنين، ولازم يكون عندك حجم مبيعات شهرية بتقدم اقرار ضريبي بحوالي مليون جنيه، ده غير طبعا الرسوم والتأمينات اللي انت هتدفعها لكل صنف
انت ضيفه في البطاقه الاستيراديه، وده مش هسرد فيه ولا اتكلم فيه كتير جدا بالنسبه للاستيراد. وبنصح اي حد ما عندوش استيراد ما تضيفش الاستيراد في شركتك، ما دام انت عندك تصدير فقط خليك في التصدير فقط لا غير. قلنا الكلام ده، تأسيس الشركة بياخد حوالي 20 يوم، المحاسبين القانونيين بياخدوا حوالي شهر عم يخلص ليك الورق بتاعك. هنقول طيب ايه المستندات المطلوبة للتصدير؟ انا دلوقتي عايز اصدر، راجل عندي شركة تصدير او عندي مصنع وعايز اصدر، في حد عنده مصنع عنده رخصة تشغيل وعنده نشاط بينتج مثلا منتجات بلاستيكية، اي منتج ورقي مثلا ايا كان، ولكن عنده بينتج ولكن عنده رخصة تشغيل ولكن ما عندوش سجل مصدرين او مش تابع للهيئة العامة للاستثمار وعنده الاستثمار السنوي، يبقى مش من حق حضرتك تصدر، لازم تعمل سجل مصدرين، او لو انت تابع للهيئة العامة للاستثمار تعمل الاستثمار السنوي بتاعك. طب لو ما عندكش ده وده عايز تحل مشكلة بتكلمنا حضرتك، بتعمل تنازل لينا عن الشحنة وبنصدرها ليك وبنعمل عقد اتفاق بيننا وبينك بيضمن حقك ويضمن حقنا في الموضوع ده وبشروط تفصيلية مش هنشرحها دلوقتي برضو كمان. طيب نقول حضرتك يكون عندك رقم واحد، يكون عندك سجل مصدرين، عندك او سجل او بطاقة تصديرية اللي هي خاصة او استثمار سنوي، ويكون عندك سجل صناعي، يكون عندك رخصة تشغيل، يكون عندك بطاقة ضريبية قيمة مضافة. طيب لو حضرتك دلوقتي عندك الكلام ده كله ولازم تاخد المستندات دي ترفعها على منظومة الحاسب الآلي في مطار القاهرة او في الجهة اللي انت تابع ليها عشان تسمع في الجمارك المصرية. طب لو انت منتج غذائي لازم يكون عندك اشراف صحي، في ناس يكون عنده منتج غذائي وجات له شحنه مفاجاه من اي حد ايا كان وما عندوش اشراف صحي، او عنده اشراف صحي وما بيسحبش عينات دوريه من المنتج بتاعه، يبقى مش من حقك ان انت تصدر دلوقتي لما تسحب عينات دوريه لمده 3 شهور على الاقل. طيب لو جينا نتكلم عن شروط تصدير الخطوط الانتاج او ماكينه خطوط انتاج، في حد عنده مكن تصنيع كان معروض علينا مكن تصنيع شوكولاته وبسكوت عشان يصدره، بقول لحضرتك لازم يكون عندك اشراف صحي عشان حضرتك يكون من حقك تصدر، ودي قوانين ما نقدرش نزعل منها. طيب لو حضرتك دلوقتي عندك سجل صناعي وما عندكش سجل مصدرين، تقدر حضرتك تلجا لاي شركه زينا مثلا عندها سجل مصدرين وتتنازل لها عن الشحنه. طب انا لو شاري بضاعه من وانت مصنع وانا شركه زي مصر الحضاره وعايز اصدر المنتج ده، بطلب منك مستندات لو المنتج ده غذائي رقم واحد شهاده صحيه، ولازم لو انت هتصدر السعوديه والاردن تكون تابع المصنع تابع لاشراف الهيئه العامه لسلامه الغذاء المصريه، ويكون عندك سجل صناعي مدرج فيه الاصناف اللي حضرتك بتنتجها وتعمل لي انا تنازل تديني شهاده صحيه تديني السجل الصناعي، يبقى انا في الوقت ده اصدر ليك الشحنه. يبقى انت لو انت كتاجر وبتشتري الشحنه دي من مصنع وعايز تصدرها باسم شركه وسيطه زينا، بتجيب المستندات دي تطلبها من المصنع. طب ايه المستندات اللي انا اطلبها من شركه التخليص الجمركي زينا؟ لو انت حضرتك صدرت شحنه عن طريقي وتقول لي انا عايز اصدر الشحنه، بنبعت للعميل بره بوليس للشحن البحري اذا كان الشحن بحري او جوي، بوليس الشحن الجوي، وبنبعت له شهاده المنشا الخاصه بالدوله ان كان دول عربيه او كوميسا او الدول اللي ما فيش بيننا وبينها اتفاقيات او ان كان اليورو 1 ايا كان، بنبعت شهاده المنشا، واذا كان منتج غذائي بتبعت معاه الشهاده الصحيه. وفي بعض الصناعات الهندسيه لها شهادات معينه بتطلبها بعض الدول مش كل الدول اللي بتطلبها. طب طرق الشحن، حضرتك دلوقتي عندك حاجه وعايز تشحنها وبتكلمني وعايز تشحنها، طرق الشحن عندك كذا حاجه، لو الحاجه دي بسيطه وصغيره ممكن نشحنها جوي ولو مش مكلفه، طيب لو حالي طن 2 طن 3 طن ومش سريعه التلف ممكن نشحنها بحري اللي هو ال سي ال اللي هو جزء من حاويه، طيب لو الحاجه دي كبيره قوي ممكن ناخد لك كونتينر 20 قدم او كونتينر 40 قدم، طب لو حاجه دي ماده غذائيه يبقى لازم ليك كونتينر او حاويه مبرده، ده من الحاجات الضروريه. هل رخصه التشغيل تكفي عامة في التصدير؟ في ناس كتير قوي بتثق يكون صاحب مصنع واثق في الكلام ده، لا اقول لحضرتك قانونا لا خالص جزما خالص، من حقك تشتغل وتمارس النشاط ولكن مش من حقك تصدر بدون السجل الصناعي. طب لو السجل الصناعي منتهي حضرتك تعمل ايه؟ الله اعلم، ممكن تلجا لينا وعندنا فريق عمل يقدر يخلص لك السجل الصناعي في اقرب فرصه ممكنه، ونقول لك كم يوم من تاريخه حسب الشروط المطلوبه عندك في المصنع اذا كان عندك بعض العقبات او المعوقات. طيب هل رخصه التشغيل تكفي؟ قلنا الكلام ده، نقول ادوات
ادوات النشاط في السجل، النشاط في السجل الصناعي لازم يكون مدرج. ممكن يكون حضرتك بتعمل منتجات ورقيه وانت عامل في السجل الصناعي ان انت بتصنع كوبايات ورق، وعملت طبق ورق بتصنعه ولكن مش مدرج في السجل الصناعي، مش من حقك تصدره، حضرتك لازم تضيفه في السجل الصناعي. هل نتكلم دلوقتي عن السجل الصناعي لو منتهي ايه الحل؟ قلنا الكلام ده، الاستثمار السنوي او صحيفه التاسيس، دي من الحاجات المهمه اللي وقعنا فيها مع بعض العملاء، وكان العميل بيقول يا جماعه انا عندي صحيفه تاسيس يا استاذ سلامه، صحيفه بدء النشاط انا اخذتها من الهيئه العامه للاستثمار ومن حقي اصدر. قلت له لا يا فندم، مش من حقك تصدر الا لما تعمل الاستثمار السنوي، وده كانت المشكله اللي قلت لكم عليها اللي كانت جات مع محامي وما كانش عنده علم بالقانون مع احترامي الكامل ليه، ان هو لازم تكمل وتعمل او تكمل وتعمل اجراءات الخروج للاستثمار السنوي اللي هي الشهاده السنويه عشان تصدر بيها. هل يجوز التنازل لشركه تابعه للاستثمار؟ طيب انا دلوقتي شركه تابعه للهيئه العامه للاستثمار وبصنع مثلا جبن او مخللات او اي حاجه مواد غذائيه، وعندي في اشتريت منتج، انا راجل مثلا بصدر جبن واشتريت مثلا مخلل من شركه تانية معينه، هل الشركه التانية بتاعت المخلل تعمل تنازل ليا وانا اصدر البضاعه دي مع الجبن اطلعهم مع بعض في كونتينر واحد؟ لو انا تابع للهيئه العامه للاستثمار قانونا لا يجوز هذا الا اذا كان عندي سجل مصدرين، فمن حقي من هنا ان انا اصدر البضاعه. يبقى تقول لي ايه الحل؟ اقول لحضرتك كلمنا تليفونيا لو عندك مشكله زي كده بنشوف لك حلول في اطار القانون. طيب منع تصدير السمك، عندنا معلومه جديده النهارده بنتكلم فيها، ان تصدير السمك لدوله السعوديه ممنوع منعا باتا. عندنا مشكله كبيره قوي بنخاطب بيها رئيس الهيئه العامه لسلامه الغذاء على مستوى جمهوريه مصر العربيه، والهيئه العامه لسلامه الغذاء اللي هي تاسست عام 2017 من افضل الهيئات اللي هي في مصر اللي هي بتشرف على المصانع المواد الغذائيه، الهيئه فيها فريق عمل كبير قوي محترم، لكن عندنا شكوى لرئيس الهيئه نفسه مش هتكلم عليها. في احنا عندنا دلوقتي الشركه بنصدر ليها وعندنا اشراف صحي وعندنا تابعين نطلع شهادات صحيه وبنسحب عينات بطريقه دوريه وبنطلع شهاده التي او في وعندنا ايه كمان وعندنا كل المستندات المطلوبه عندنا، وانت بتيجي حضرتك اما اجي افرج عن البضاعه في فرع سلامه الغذاء الموجود في الجمرك عندي، بيجي طالبني الاخ المختص الموظف المختص المحترم اللي انا اعتقد انه مش فاهم شغله وده بجهل منه والقانون ما بيقولش كده، يقول لي حضرتك فين الشهاده الصحيه اللي جايه من هيئه سلامه الغذاء؟ اقول له اتفضل حضرتك دي الشهاده الصحيه، يقول لي طيب فين شهاده التي او في؟ يا فندم حضرتك هتعمل بيها ايه؟ انت حاضر عينيا صوره شهاده التي او في حضرتك عندك موجوده، يقول لي طب فين شهادات التحليل؟ طب التحاليل دي طريقة أولية لسحب العينات، أنت مالك وميها ولا؟ طب ما الشهادة الصحية طلعت بناء على شهادة التحاليل اللي اتعملت في الأول، حضرتك ليه بتعمل ليه معوقات؟ ما ينفعش أنا يكون معايا بطاقة وتيجي تقول لي فين شهادة ميلاد حضرتك؟ يا فندم الشهادة الصحية موجودة عند حضرتك بتكفي. السيد رئيس الهيئة العامة لسلامة الغذاء يا ريت توصل التوجيهات دي للمنافس الجمركية، وبنتكلم على الجمارك بالأخصية على جمارك السويس وجمارك بدر الذهبية وبعض المواني الأخرى اللي انت فيها المشكلة دي، مش كلها، في بعض المواني ناس محترمة جدا وفاهمين شغل وعندهم مرونة في التعامل وكله في إطار القانون بدون ما نتجاوز القانون. دي مشكلة من ضمن المشكلات اللي احنا قابلناها. طيب تصدير خطوط انتاج مستعملة اجنبية، حد عنده خط انتاج يا جماعة مستعمل اجنبي وعايز يصدره؟ اقول لحضرتك مطلوب منك ان انت تجيب ليا اذن الافراج الوارد بتاع المكن اللي حضرتك جبته، والمكن ده ما يكونش متهالك، يعني مش ظاهر عليه صدأ او غيره عشان ما يتحطش في الخردة ويدفع عليه رسوم للصادر. طيب تصدير الخضروات والفواكه قلنا نتكلم عنه في عجاله، مطلوب شهادات التحليل بتاعته وكل الاصناف، كل صنف له حاجه معينه، تكون شاري الموالح بتاعتك من محطه تابعه لاشراف وزاره الزراعه، نكون حضرتك ايه تاني عندنا؟ طبعا الشحن يكون طريق تبريد. اسعار الشحن بقى، لما اتكلم عن اسعار الشحن ناس بتسالنا كتير قوي في اسئله على القناه، يقول لي انا عايز اصدر كونتينر وعايز اعرف اسعار الشحن والكل، ما تقوليش حاجه، كل حاجه حضرتك هتحدد ليا الدوله، لا هتحدد ليا المينا اللي حضرتك هتوديها، هتحدد ليا نوع الكونتينر اللي حضرتك عايزه، هتحدد ليا نوع البضاعه، بناء عليه هديك اسعار الشحن، واسعار الشحن زي ما قلت لك كان بري او بحري او جوي متغيره حسب الظروف والعوامل، زي ما شفنا حضرتك في البحري الحرب الاوكرانيه الروسيه لما حصلت او المشكله
يا الاوكرانيه لما حصلت اسعار الشحن رفعت، ولما حصل كورونا الاسعار الشحن رفعت. طب حد سألنا عن تصدير العسل وشروطه، له تحاليل معينه ولازم يكون له اشراف صحي، ما تروحش تشتري بضاعه حضرتك من منحل وتقول لي انا عايز اصدرها، لازم اشراف صحي، شهاده صحيه، ولازم سجل صناعي، ومصر فيها مصانع كتير جدا. حاجه جميله تانية في عجاله، خدمه لكل عملائنا ولكل متابعينا على اليوتيوب، متابعين مصر الحضاره للتصدير والتخليص الجمركي. لو حد منكم محتاج منتج معين ومش عارف يوصل له، سواء حضرتك مصري او من خارج مصر، اقدر اوصل حضرتك الحمد لله بسبب الخبره اللي احنا فيها 18 سنه، وبسبب ان احنا الحمد لله في اكبر مدينه صناعيه في الشرق الاوسط كله، اللي هي مدينه العاشر من رمضان، عندنا درايه بمصانع كتير جدا وشركات كتيره جدا. بوصل حضرتك بيه العميل مباشر، انا ما بشتغلش دور الوسيط، ما بشتريش بضاعه لحد وبصدرها باسمي يا جماعه، انا بوصلك بالمصنع، بتدفع الاسعار بتاعتك، انا بقوم لك بالشحن والتصدير والاشراف على عمليه التصدير كلها بالكامل، واضمن لك حقوقك كلها كامله، غير كده ما بنعملش حاجه من دي. لو حضرتك محتاج اي حاجه بنسيب رقم التليفون موجود لواتساب وللتليفون اتصال، ويا ريت بس اللي يسال اسئله تكون فيها جدوى ومهمه وذات اهميه. واللي عايز يستفسر عن حاجة تانية في التصدير، يا ريت حضرتك تكتب لينا وهنقول لك ايه، نرد عليك في على الواتساب او نرد في فيديوهات، ممكن نعمل فيديو متنوع للي عنده اسئلة، اسأله اسئلة متنوعة في الكومنتات ونجاوب عليها في فيديو متنوع. وبشكركم على المتابعة، ويا ريت تضغط على زر اللايك بعد ما حضرتك شفت الفيديو، ولو مش مشترك في القناة اشترك في القناة مصر حضارة سلام رمضان. بشكركم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.